الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. نكوني ادوار تيسويتي تكون دوار تيسويتي جامعه ايتونديس اقليم ازيلان. حنا عندنا مشكل ديال الطريق ومشكل ديال المدرسه. قدمنا الشكايه من 1999 وحنا كنطالبوا بهذا الطريق. قدمنا الشكايات، درنا مسيرات، درنا سته ديال المسيرات. من خلال هذه المسيرات جا السيد العامل ديال ازيلان، دار زياره للمنطقه وعطانا وعود بلي غادي يفك لنا المشاكل، منهم المشاكل، وعندنا بزاف ديال الحوايج، من بين الحوايج المدرسه والطريق، واللي حد الان ما كاين والو. درنا فيديوهات، كنديروا فيديوهات بحال هكا، كنهضروا على المشكل ديال الطريق والمشكل ديال المدرسه. السيد رئيس الجامعه ديال ايتوم ديس، السيد المسؤول، شنو دار؟ هز التليفون وبدا تيعيط لينا وتيهدنا، تيهزنا في التليفون وتيسبنا وشي هضر كاع. الا بغيتو التشجيل راه غادي نديروها في سميتو، غنديروها الفيديو، راه عندنا التسجيل ديالو ديال السيد الرئيس فاش كان تيهدنا وتيسبنا. وغادي نقول لك السيد الرئيس، الا باغي تهددنا هددنا بالخدمه، هددنا بشي حاجه اللي هي مثلا هددنا بالمدرسه وهددنا بالطريق وسكتنا بالطريق وسكتنا بالمدرسه، ماشي ما غاديش تسكتنا الو لا بالتهديدات والهضره الخاويه. وحنا املنا في جلاله الملك، كنطلبوا جلاله الملك الله ينصرو ويطول عمره. عيش الملك، الله ينصرو ويطول عمره. جلاله الملك هو اللي غادي يفكنا هذا المشكل. هو واخا مشكل بسيط، ولكن المعاناه ديال هذا المشكل كبيره بزاف. كنطلبوا جلاله الملك، لان هاد المسؤولين ديال ازيلال فقدنا فيهم الثقه. راه من 1999 الى حد الان 2018 وباقي كنطالبوا بالطريق فيها 16 كيلومتر، 18 عام وحنا كنطالبوا بالطريق فيها 16 كيلومتر. المدرسه مريبه تحيد ليها السقف، عيطنا لهم شحال من مره وبقاو تيوعدونا. هذا الجماعه ديال ايتوم ديس راه ما فيهاش المساله، فهاد اقليم ازيلال اللي واكل شي حاجه راه فاز بها، راه ما فيها لا المساءله ولا والو، راه غير الوعود الخاويه والوعود الكاذبه. هادي راه ما تقبلوهاش. قلنا السيد العام، والسيد العامل راه وعدتينا وما وفيتيش بالوعد ديالك، وشنو غادي نديرو ليك؟ كون درتي شي حاجه راه غادي نشكروك، وما درتي والو. ثلاث سنين هادي وعدتينا. السيد العامل ديال ازيلال قال لك هو ما تيخسرش ليك الخاطر، تيقول لك اودي غادي نديرو غادي نفكو المشكل الى اخره. السيد رئيس جماعه ايتوم ديس ها الناس هما، قال لهم هذيك الطريق ما حت انا في هاد الجماعه ما غاديش تشوفوها. والسلام عليكم وعيش الملك. عيش الملك، الله يجزيك.